تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. نفتح مع بعض الإنجيل كما ألهمه الله وأوحى به إلى القديس مرقس اللي هو الابن الحبيب طبعا الابن الروحاني للقديس بطرس وترجمانه، الفصل الأول آية 21. خلينا نشوف إحدى الأخوات إذا بتحب تقرأ وبعدين طيب الأخ عيسى معلش أهلا وسهلا. وجاءوا إلى كفر ناحوم فدخل المجمع في السبت وأخذ يعلم، فتعجبوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة. طيب هاي هذا النص. خلينا على فكرة بشكر الأخت اللي ذكرتني إنه مش بس إحنا بدنا هاي النصوص نحضرها في بيوتنا العامرة قبل ما نيجي، بل بدنا نتشارك فيها حتى يكون مشاركة أكثر من أفضلكم، وبعدين منلخص الحديث وأنا بزيد عليه، وكله بيبقى على فكرة بإمكانكم أي حدا منكم بده هاي يحضر هاي الندوات، هيها موجودة، بنطلب من الأخ فادي إنه يعملنا مشكورا نسخ. شكرا. على فكرة بهالقاعة هاي عندي كمان الأخ إيهاب كان يحضر ندواتنا. قديش كان عمرك؟ 5 سنين 6 سنين 7 سنين. من 5 سنين إلى 7 سنين. أيوة لا ضليت، لا أتمنى ضليت بالضبط يعني من ابتداء من 5 سنوات وهو يحضر الندوات. الأخ فادي لسه كان أصغر من سن 3 سنوات ونص يجي يحضر الندوة، مرات ينام في الندوة بس لازم يحضر. تعرف صغار يعني. إذا هاي الآية قدامكم صح؟ مين بحب يحكي إشي عن هاي الآية؟ طبعا إحنا هون مش في درس ولا في امتحان، إحنا مشاركة أخوية، مش طالب منكم أنا تقولوا لي شو الأصل باليوناني لأنه موجود عندي، ولكن أفكاركم كمؤمنين مسيحيين شو بيلهمكم هذا النص. إذا في إشي إذا من باب اللي بتأكدوه أو إذا بيعطي عندكم يولد عندكم استفهام. السيد المسيح كان يتردد على المجمع مثل بقية الشعب اللي عاش بينهم. حلو. إذا بس هو كان يعلم. كان يعلم إذا لأنه ترتيب صلاة المجمع هي إنه واحد يقرأ و يعني الحازان بسموه بيجي بيقدم لأحد الوجهاء، إذا ما كانش في واحد من الربانيين موجود، لأنه زي كمان في العالم الإسلامي إنه أي واحد ممكن يكون إمام الصلاة، عنا ما بصيرش لازم الكاهن صح ولا لا؟ أما في اليهودية وفي الإسلام أي رجل فاضل يعني بيعطوه يئم في الصلاة. إذا هنا عند اليهود لسه أكثر بيعطوه يقرأ. نجد هذا الكلام وين؟ في إنجيل لوقا فصل 4 آية 14 وتابع. خلينا نشوف إنجيل لوقا فصل 4 آية 14 وتابع. تفضل. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء وكان يعلم في مجامعهم فمجدوه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ ودخل المجمع يوم السبت على عادته،
هون قلنا على عادته، معناه انه المسيح باستمرار كان لما تفضل الدكتور قبل شوي يصلي في المجامع كل يوم سبت، صح؟ ومعناه انه المسيح ما اختفاش عن الانظار، ما تنسوش هذا لسه اول حياته العلنية. لو انه المسيح اختفى مدة سنة أو سنتين أو أشهر، بقدرش أقول على عادته. تفضل كمل. وقام ليقرأ فناولوه كتاب النبي أشعيا، فلما فتح الكتاب، مين اللي ناول؟ في واحد خصوصي عند اليهود بيكون المسؤول عن الكتابات، وهذا هو اللي بيقدم، وبقدم ايش؟ الملف. ما كانش الكتاب هيك، الكتب كانت هيك ملف. نعم ايوه. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي شو يعني فتحها؟ مش هيك؟ ايوه وجد المكان من اشعيا، صح. اذا هنا في الناصره، هون وين؟ في كفرناحوم. طبعا مش كفر من فعل كفر، كفار قرية، يعني قرية. نعم. على فكرة كلمة قرية بالعبري تعني مدينة، قرية بالعبري تعني مدينة، مدينة دولة، ومدينة دولة، ومنين مدينة دولة؟ هاي جديد، بس من أين تسلق بالقصر؟ امبارح العصر، من 64 سنة بس يا دوب. إذا مدينة من وين جاي؟ من دين. دين يعني محكمة، محل ما كان فيه محكمة شو يسموها؟ مدينة. دين ومشبات، بيت هدين. إذا كفار نحوم، شو يعني كفار نحوم؟ قرية التعزية. إذا إما قرية نحام لنحيم التعزية، إذا إما قرية التعزية أو فضلوا أهلا وسهلا، أو مرحبا بالأخت ميري، أو إذا إما قرية التعزية. حتى في ناس بيقولوا إنه دعيت كفار نحوم نسبة إلى النبي ناحوم. ناحوم هذا واحد من الأنبياء الصغار. شو يعني الأنبياء الصغار؟ مش إنه إنه كانوا صغار وعنا أنبياء كبار بالقيمة، لا، عادة أنبياء الصغار إنه الكتب المنسوبة إلهم صغيرة. أكم النبي الصغير عنا؟ لا عفوا، 12 هدول مع بعض، 12 هدول اللي الكل بيعترف فيهم بما فيهم البروتستانت واليهود. 12 نبي صغير. من هالانبياء الصغير مين؟ صديقنا ميخا اللي تنبأ عن بيت لحم، فصل الخامس الآية، ميخا النبي ميخا. بس في الواقع احنا ككاثوليك وارثوذكس كمسيحيين عريقين واصليين مش بس نعترف ب 12 نبي صغير، 13. مين هو الثالث عشر؟ باروخ، النبي باروخ. وفي عندنا نبوة باروخ، هاي اليهود حذفوها بين سنة 90 ل 130، واخواننا البروتستانت حذفوها سنة 1520. باروخ مين كان؟ تلميذ ارميا. شو الإثبات إنه باروخ كان واحد من الأنبياء؟ كثير من اليهود خصوصا المتعصبين والمتدينين كثير، باروخ اسمه، باروخ مارزيل، وباروخ تبع الخليل، تبع جولدشتاين، باروخ جولدشتاين، هذا الدكتور اللي نعم، شوف دكتور يقتل بدل ما باروخ المبارك، يعني المبارك، نعم باروخ، طب كويس. إذا هاي نحوم. مين كمان في من الأنبياء الصغار كنتم نسيتوهم أنتم؟ عزرا، يونان،
نبي يونان اللي شو بسموا يونان باليوناني يونس وبالعربي يونس يونس نبي يونس يونس غير يوحنس يوحنس هو يوحنا الحبيب أما يونس هو النبي يونان اللي بالمصادر العربية والإسلامية يسموه يونس يونس والسمك هذا بطن الحوت ونسيتوه يا حسوك سعالين إذا يونان النبي يونان النبي يونان طيب هاي هذول أكم من واحد من أنبياء صح إذا دخل كفرناحهم شو قلنا كمان طيب ليش هالأهمية لكفرناحهم بديش أحكي أنا كتير بس بدنا نساعدكم حتى انتو خجولين زي بس لازم تحكوا اكتر اذا بس للتشجيع هلا كيف كفرناحوم يعني هو هي كانت مدينه مهمه بمنطقه الطبريه والمسيح قضى اوقات كثيره في كفرناحوم وبعدين كان فيها مجمع كبير في كفرناحوم ومن كل ايمانهم المسيح تربى بزوالها وزالت وهي حقيقه يعني ربو ادمت لحد الوقيت شوف بعينك لليوم هلا اذا كانت فعلا على طريق البحر اذا مركز تجاري مهم مركز حضاري مهم عشان هيك كمان الضرائب كانوا هناك الرومان كانوا هناك جبات الضرائب كانوا هناك كانت برضو على البحر معنا القديس بطرس كان ساكن بكفرناحوم كان بيته بكفرناحوم المسيح هناك شفى حمات بطرس بيته للقديس كمان بيت القديس بطرس هو الكنيسة الأولى شو بسموها دوموس إكليزيا دوموس إكليزيا يعني البيت الكنيسة البيت اللي هو كنيسة الكنيسة اللي هي بيت والفرنسيسكان قدروا بعد جهد جهيد انه يبنوا كنيسة كتير حلوة بشكل سفينة بعد معارضات كبيرة مع انه الارض الهم يعني وشو المشكلة اليهود دايما عينهم على الكنيس المجمع تبع كفرناحوم هذا ملك الفرنسيسكان وهذا اللي بخلي اليهود يطقوا من الغيظ كيف ملكنا احنا فبدهم ياخذوه بس طبعا الفرنسيسكان مش مستعدين يتنازلوا عن اشي الا مثلا مقابل اشي طيب دخل كفرناحوم بسموها فيا ماريس طريق البحر وعشان هيك بتلاقوا في محل الفرنسيسكان كمان بتلاقوا حجاره في عليها كتابات باللغة اللاتينية لأنه كان مركز روماني مهم طيب منعيد الآية تفضلوا إذا في حدا تاني بحب يقول إشي معلش أخت روز بتحبي تعيدي أيوة الآية نفسها حتى تكملوا بعدين لا بنكمل عيسى على نبوة أشياء يعني لما دخل المجمع لا خلص هذا الجيل له خلص نعم طب طريق البحر صح في نبوة من أشعياء تفضل ثم دخل كفرناحوم والوقت دخل المجمع في السد وصار يعلم هو في الواقع وللوقت كيف ثيس يعني طوالي عبارة تتكرر 164 مرة في إنجيل مرقس نعم طيب شو رأيكم بهالآية؟ كمان له سلطان يعني كان يحكي عنده كاريزما جاذبية لأنه بيحكي بالروح أما الكتبة أصلهم إنه متمسكين بالشرائع والتقاليد إذا كيف الكتبة كانوا يعلموا وكيف المسيح كان يعلم؟ الكتبة كيف كان؟ الشريعة يعني إنه قال ربي عقيبة قال ربي يوناتان المسيح كان يقول أما أنا فأقول المسيح سوى كان هو يفسر سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم يعني عند اليهود وفي أوصاف أخرى ممنوع
تفكر، ممنوع تحكي شيء. زي المسلمين بالعقل والفكر. بدك يعني بدك تستشهد بمين؟ قال فلان وقال فلان وقال فلان. المسيح شو بقول؟ أنا فأقول لكم. طب هذا مش إثبات كمان إنه المسيح ما غبش؟ لو المسيح غاب ويجي يحكي بهالسلطة وبهالقوة ما بيستغربوش، بقول أكثر ما يتعلم هالحكي، صح؟ أما إمتى بيستغربوا؟ إنه كل وقته معهم وبيتكلم بسلطة. هذا إثبات إنه المسيح لا راح عند الإخوة البيض زي ما كان يقول صاحبي بنيوت زيدان الله يرحمه، ولا راح على مصر، ولا راح عند الإسلاميين. ما هي بقول لك ودخل الناصرة حيث نشأ، دخل المجمع كعادته. طيب نكمل الآية اللي بعدها. وكان في مجمعهم رجل به روح. طبعا باليوناني وللوقت كيف تيس نفس الشيء. طيب وصرخ قائلا ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. طيب هلأ شو رأيكم بهالآية هاي؟ هل تذكركم بإشي؟ ما لنا ولك مالي ولك يا امرأة، أيوة ما لنا ولك. طيب مش نفس العبارة؟ هذا الرجل النجس بعيد منكم بقول للمسيح ما لنا ولك يا يسوع، ما لنا ولك، يعني فتش عنا، صح؟ طيب هل هذا معنى كلام المسيح لوالدته ما لي وما لك أيتها المرأة؟ مع الأسف شهود يهوى بيستخدموا هاي العبارة، ولك هي نفس العبارة، هل هو نفس المعنى؟ ما لنا وما لك يا يسوع الناصري، ما لي وما لك أيتها المرأة. إذا خليني أسهلها عليكم بلاش وجع المعدة بلاش وجع القلب زي ما بقولوا الأردنية. يعني إحنا ما لناش إشي في العرس، لا أنا ولا أنت. إذا خلينا نيجي على الأرواح الشريرة هاي، مالنا ومالك يا يسوع، يعني اتركنا في حالنا، فيش علاقة بيننا وبينك، بمعنى اتركنا في حالنا، ما تخربش علينا شغلنا اللي هو شغل الشر. ولكن نفس العبارة بتغير معناها لما مين يتغير؟ لما يتغير المخاطب، هذا أولا. ثانيا لما بتتغير الظروف. شو هي الظروف هون؟ والدة قديسة بتسأل ابنها، بتطلب من ابنها القدوس معجزة عشان خاطر أهل العرس. شو بقولها؟ طبعا من باب المناورة المقدسة، مالي شو إلي وشو إلك إنه ما عندهمش خمر؟ ما معناهاش فيش علاقة بيني وبينهم، فيش علاقة بيني وبينك. أكبر علاقة هي بين الإنسان ووالدته، مش بين الإنسان ومرته بدون آخر. العلاقة الحميمة 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 هي هالتسعة أشهر اللي البني آدم ضل فيه في رحم والدته، وإذا مستعجل سباعي سبعة أشهر، صح؟ وإذا قال بحطه بالحاضنة، يعني إنه أكبر علاقة. هلا بلاش يا عمي انسونا من العلاقة الزوجية. في بني آدم بقدر يقول لوالدته فيش علاقة بيني وبينك؟ يعني مستحيل. فكيف المسيح؟ إذا شو هو السياق؟ بوضح لنا النص. ما لي وما لك، يعني حرفيا زي بالعربي، شو إلي أنا وشو إلك حضرتك إنهم عندهمش، بطل عندهم خمر، لا أنا
العريس ولا انت ام العروس ولا ايش عامل حالك مش بقوله زي ام العروس ها هاي معناه يعني ما بخصناش هذا الامر لا يعنينا هلا باقي الموضوع شو اللي بيوضح لنا اياه السياق شو قالت له السيده العذراء قالت له طيب متاسفه يا ابني متاسفه يا ابو الشباب خلص لو العذراء أمريكانية مع دمانية كان قالت له forget it خلص انسى الموضوع forget it صح؟ forget it ما قالت لهش forget it شو عملت؟ مين نادت؟ نادت الخدام وأمرتهم قدامهم شو بقول بحكي للجارة تسمع الكنة مهما أمركم به فافعلوه فعل امر مباشر للخدام فعل امر غير مباشر للمسيح والمسيح اطاعه ولما امرهم كان يطيع والدته لما كان يامرهم كان يطيع والدته اذا وين زي ما قلنا نفس العباره بتتذكر عباره مثلا واحد بيكون متامل كل خير من جاره ها وما فجأة بيكتشف انه جاره مثلا خان الصداقة والجيرة والعشرة شو بقول له وين العشرة صح ما كانش ده العشم صح طيب لما تحط في جريدة تلوم فيها دولة ابصر وينها بدك من مايكروسكوب على الخارطة تشوفها مايكرونيزيا قولها ما كانش ده العشم يا مايكرونيزي زي لما تقول لجارك ما كانش ده العشم يا دكتور وليد هيك بتعمل المقلب فيه ما كانش ده العشم نفس الايه نفس العبارة زي نفس الكلمة ممكن نقولها بضحك وممكن نقولها عن جد ولا لا صح نفس العبارة مثلا ابني انسان عظيم تعرف الستات بحبوا يحكوا ابني انسان عظيم فانت بتيجي بتقول لها ابنك انسان عظيم وفي ابتسامه هيك شو يعني انت قاعد تتمسخر نفس العباره نفس العباره انا بتمسخر على الناس عندنا اللي عندهم العقليه الذكوريه تعرفوها هاي بحكيها من الأداديس فحلو إنه قاعدين بصورونا الشباب بتصور أفسان طيب حتى اسمي مكتوب هنا طيب طيب المهم أقول لك لما بتجيب ولد طبعا الست هي اللي بتجيب الولد شوية الرجال بصير طيب شو بقول لك أقول لك خلفت أنا هاي صرت قد دبتة صرت أفهمها هاي تجيب ولد بقول لك خلفت تجيب بنت بقول لك جابت مبين ايه تجيب ولد بقول لك مبروك طيب تجيب ولد عقبال الاولاد تجيب بنت بقول لك اللي بتجيب البنت بتجيب ولد تجيب ايش بقول لك الحمد لله على سلامتها هيك بدون نفسي الحمد لله على سلامتها فأنا شو بعمل حتى بال يعني بالوعظات شو بقول أنا بقول لهم بقولوا بدون نفس شو بقول الحمد لله على سلامتها الحمد لله على سلامتها يعني يا دوب الحمد لله على سلامتها عمل الولد مبروك بعدين بيطلع سطل اما ما او زي ما بقول بيطلع الخلف متخلف مبروك يا ابو سمير طبعا مش اي واحد بتتذكرها ابو جمال مبروك يا ابو سمير وفرقوا حلاوته وبيطلع سطل بس خلص المهم ولد فزي جماعه عنا المهم الولد فماذا نستنتج؟ نفس العباره ولكن ايش؟ يختلف السياق اللهجة صح؟ اللهجة السياق والبشر المخاطبين البشر المخاطبين تتذكروا بيلاطس لما بقول ليسوع أنت ملك اليهود يعني زي ما بقولوا بالسحوري بتمكلس عنهم
انت ملك. هي صارت معي في روما، في مسكينة سيدة كان عندها مشكلة اكتئاب هيك، والدها بقول لي الله يرحمه غير له بقول لي بنتي بدها تعترف، إذا تحب تتفضل تيجي عنا على البيت. رحت أنا على نياتي زي أبو قاسم، طيب رحت طلعت فيه هيك ولا بتقول لي حضرتك أبونا مدروس؟ قلت لها نعم. نعم. قالت لي بابا قال لك إنه أنا بدي أعترف؟ قلت لها إذا أنا بفهمت يعني هذا اللي قال لي يا والدك. قال لا أنا بديش أعترف. أما شو أول سؤال هلا في فرق لما تقول لي حضرتك أبونا مدروس نفس الكلام، ولما تقول لي زي هذيك ست ماريا باولوني تقول لي حضرتك أبونا مدروس. يعني هذا هو زي يعني هذا اللي ربنا قدرك عليه. طيب بدنا نكمل. فانتهى رب يسوع قائلا اخلص واخرج منه، فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعض القائلين ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة تطيعه. فخرج خبره للوقت في كل القرى المحيطة بالجنة. كويس، نقف هنا. بعرف إذا في حدا منكم بده يحكي إشي. أي آية وصلنا؟ 29 28. إذا المرة الجاي بنحضر من 9. أنا بدي أعمل بس على كلمة المسيح لما حكى له للروح النجس اخرس، أن الكلمة هاي كلمة اخرس وعناها بمعنى إنه لما كل بعض اخرس كغلط، ولا كان في كان في إلها معنى ثاني؟ يعني الكلمة بحد ذاتها اخرس يعني غلط، الكلمة المسيح يعني بغلط إنه يعني المسيح قاعد بيحكي مع مين؟ مع روح. مع روح شرير. الروح الشريرة شكل البني آدم شكل المسيح شو قال؟ مش لا اللي بقول فيكم لأخوه يا أحمق يا أحمق يستحق الحكم، أو يا راقة. راقة هاي من الأرامي، يعني ريشة راقة، يعني الرأس راقة يعني الفارغ زي ريك بالعبري، يعني أيها الرأس الفارغ البعيد. فالإنسان على صورة الله ومثاله، عشان هيك دائما لازم نحترمه. يعني والمسيح علمنا إيش؟ احترام الإنسان. مهما كان الإنسان إيش يجب؟ يجب أن نحترم. ونبدأ مع الولد الصغير. في الزمنات ما كانوش، بتذكر يعني قبل 40-50 سنة كانوا يقولونا لما تحكي مع الطفل لازم تحكي معاه بصيغة الاحترام. تعرف في بعض لغات في الصيغة العادية وصيغة الاحترام، كيف مثلا بالمصري بين الأولى واحد أنت وحضرتك، حضرتك سيادتك، أشطر منا المصريين بهالشغلة هاي. وأنا مثلا دائما لما الطلاب في المدرسة لما بقول لي أنت أو كذا بجاوبوش، بطلع هيك وما بحكيش معي هذا الولد. وما تسمحوش لحدا أصغر منكم يقول لكم أنت أو أنت، مش لازم. خصوصا في مصر للوالدين. لا هاي أبونا عم تسمح لي يعني هاي في عليك فعلي. يعني أنت ممكن تسمح لواحد أن يخاطبك بلغة عادية باعتمادا على ثقافته. يعني لما بكون واحد ثقافته عادية وبعدين يعني بحكي من باب العشرة ومن باب الصداقة والمحبة، أنا بعتقادي فيش فيها شيء. بس إذا كان بفهمهاش لازم تفرض عليه أن يخاطبك رسمي. هاي التجربة اللي وصلتها. أنا بحكي بمجال التربية، يعني مجال التربية ما بصيرش طالب يقول للمعلم أنت. بالتأكيد مع الأسف إحنا هاي درجة عندنا ما بصير، لازم أقول له حضرتك. هاي وين مكان أبونا؟ في كل ثقافات الشعوب. في عندهم مكان.
بس يعني احنا ما فيش عندنا يعني في فرق معلمك اللي في الجامعة بدك تحكي مع باللغة الرسمية. الحين التقيت انت وياه في حفلة وشعرت انه انتم زي بعض وخطبتوا باللغة العادية فيش مشكلة اذا كان لا تسيء. اذا فزنا انت يعني انت يعني لما حد يحكي لك كلمة احترام بالضبط يعني بغض النظر لشو مكان نوع العلاقة بينك وبين الشخص يعني مش منطق بالضبط ما هو في كثير اشياء احنا فقدناها. ليش؟ بسبب الانجليزي والمسلسلات و... يو خلص كلها يو يو ما ينفعش بالعربي يو. في مصر ما بصير الولد والبنت يقولوا للوالد او الوالده انت او انت انت او انت حضرتك حضرتك بصيرش. هذا إشي كمان هلا بتقولوا لا طيب ما هو الأب والأم هم أقرب الناس للإنسان يعني في محبة في مودة أو زي ما نقول بالليتورجية البيزنطية في بدالة الأبناء بدالة الأبناء. بس حلو إنه يحترموا إيش الأولاد يحترموا الأب والأم بهذا كمان. وفي أمور تانية طبعا زي اللي بنادي أمه وأبوه باسمهم زي هذيك الواحدة دي من يسار الناديني باسمي غلط. شكرا. ايوه تفضل.